اكتشف محمد أبو الدهب مؤسس إحدى أكاديميات الإعلام التي تحاضر بها الإعلامية الكبيرة إيناس جوهر تفاصيل مرضها ونقلها إلى الرعاية المركزة، قائلاً: تعبت جداً خلال الفترة الأخيرة وظلت لمدة أسبوع في بيتها، وعندما حضرت أمس للأكاديمية وكانت تدرس فنون العمل الإذاعي للطلبة لم تستطع الوقوف، فنقلناها على الفور إلى المستشفى ونقلت فورا للرعاية المركزة نظرا لنقص الهيموجلوبين والذي وصل إلى 4، وتم نقل كيسين دم بالأمس، واليوم الجمعة 27/11/2020 سوف يتم نقل كيس آخر حتى ترتفع نسبة الهيموجلوبين إلى رقم 10، وبعدها سوف يتم عمل فحوصات لمعرفة سبب نقص الهيموجلوبين. وأضاف: نحن حاليا جميعا معها في المستشفى، أنا وكل الطلبة التي تقوم بالتدريس لهم، والحمد لله حالتها في تحسن، ربنا يشفيها ويقومها بالسلامة. هنا صورتها بالرعاية المركزة، إن شاء الله نسمع عنها أخبار كويسة قريب وترجع لعملها وتدريسها للطلبة. إعلامية قديرة طبعا، الإعلامية الكبيرة إيناس جوهر واحدة من رموز إذاعة الشرق الأوسط خاصة والإذاعة المصرية عامة، وهي صاحبة الجملة الأشهر في الإذاعة، وهي لشاعر الرباعيات صلاح جاهين: غمض عينيك وامشي بخفة ودلع، الدنيا هي الشابة وانت الجدع. تلك الجملة التي كنا نسمعها كل صباح وقت أن كانت الإذاعة المصرية في أوجها. وقد أجرت إيناس جوهر خلال مشوارها الإذاعي حوارات كثيرة مع كبار نجوم الفن والأدب، أبرزهم الأديب نجيب محفوظ صاحب جائزة نوبل، والشاعر الكبير نزار قباني، والكاتب الكبير أنيس منصور، كما انفردت بحوار مع أيقونة الكوميديا الفنان العالمي شارلي شابلن. هنا صورتها في شبابها، ونشوف أسرار تانية عنها، مين كان جوزها، المذيع إيناس جوهر. في بداية حياتها العملية قابلت الفنان إسماعيل ياسين، وبعد عدة سنوات تزوجت ابنه ياسين إسماعيل ياسين، ده كان زوجها، بعد أن تعرفت إليه في الإذاعة، ولكن لم ينجح زواجهما وانفصلوا بعدها. وتذكر أن عبد الحليم حافظ غنى في حفل زواجهما. هنا ده إسماعيل ياسين مع ابنه ياسين إسماعيل ياسين. ياسين إسماعيل ياسين توفي في 2008، الله يرحمه، ودي صورته لما كبر، توفي من حوالي 12 سنة. عبد الحليم أيضا كان جارها في السكن، والذي قالت عنه أنها تعلمت منه الكثير، كالبساطة والحس الموسيقي العالي واللباقة في الحديث وحب الاطلاع والمعرفة، إذ كان يجلس مع كبار المثقفين. وأضافت إيناس جوهر خلال برنامج ذكرياتي، والتي استضافها به الفنان سمير صبري، قالت: عشت في بيت حليم أكتر مما عاش هو، وعرفت الشريعي صديق وعشرة عمر والجدع جدا، كما كانت صديقة لإسمة أباظة في المدرسة. وتذكر أنها كانت ترافقهم بحكم صداقتها إلى رحلات عائلية في العزبة مع إسمة وسامية جمال ورشدي أباظة، وشاهدت بنفسها اهتمام سامية جمال بإسمة أباظة، وأيضا كانت شاهدة على شدة حب
رشدي أباظة لزوجته سامية جمال. قعدوا متجوزين أكتر من 10 سنين، ولكن انفصلوا للأسف بعد كده. وكان رشدي أباظة يحكي لهم عن ظروف التصوير في أفلامه التي يصورها، ولهذا لم تشعر بالرهبة أثناء عمل إذاعي معه، حيث أنها تنظر له دائما على إنه والد صاحبتها. من ناحية أخرى، كانت قد قالت الإعلامية إيناس جوار أنها حصلت على جائزة في التمثيل من قبل، وعرض عليها أداء دور نفيسة زوجة الفنان جورج سيدهم في مسرحية المتزوجون، ولكنها رفضت وتابعت بمزاح الإعلامية الكبيرة آمال فهمي، قالت عندنا مذيعات كتيرات في مستوى جيد، ولكن ما عندناش ممثلين، معرفش ده بقى كان مدح ولا ذم. وأشارت في تصريحات لبرنامج المواجهة المذاع عبر فضائية إكسترا نيوز إلى أنها تحب الميكروفون كثيرا، كما أن الإذاعة أعطت لها أشياء كثيرة معقبة، أعطتني كل حاجة في حياتي، مش عايز أقول شهرة، ولكن الناس عرفوني من خلالها، وكل نجاح كان في حياتي واخدت مني عمري وحياة مستقرة وزواج وأطفال، ما فكرتش قوي فيهم لأني كنت بحب الإذاعة وعشت ليها ومركزة فيها. وعن تصريحاتها بشأن رغبتها في العمل بمجال الضيافة الجوية إذا عادت بها السنوات مرة أخرى، أوضحت أنها تحب السفر كثيرا، وكانت ترغب في أن تصبح مضيفة طيران، ولكنها تشعر بالحنين لمصر، متابعة برنامج تسالي نجح عشان كان قائم على فكرة السفر والتجارب، وناس كتير نفسها تسافر. دي إيناس جوهر. لو أعجبكم الفيديو ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات، وشكرا لكل المحبين والمتابعين والمشاهدين قناتكم قناة أخبار النجوم. شكرا لكم.